برا ما كانت في مستوى تطلعنا ولا أرضتنا، لكن الحمد لله جاء الفوز بدعوة هالجمهور المحب العطشان الفوز، بدعوة كبار السن، بدعوة المحبين لهذا الكيان العظيم. الفوز لا ينسينا اليوم إن إحنا مدربنا يحتاج تغيير فورا وعاجل غير آجل، لأن صراحة إحنا نتخيل تلعب قدام الهلال بأربعة، تلعب مع ضمك بخمسة، وتلعب مع أبها بخمسة، وتشكيل غريب، تطلع لي البرازيل ودخل لي نكياتي ظهير جناح، هذا كلامه صحيح. احنا اليوم الفوز ما ينسينا، احنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قبل وبعد كل شيء، ان اليوم خذنا ثلاث نقاط، لكن الاهم ان تغير هذا المدرب، لان وجوده صراحه راح يودينا الى طريق منحدره جدا جدا. ترتيب صحيح تحسن، بس ترتيب ما يليق بتاريخ الاتفاق. نتمنى الاخطاء باقي ان شاء الله انهم يحسنون المباراه الجايه. لازم اضافات للفريق، لان الفريق صراحه مستوى جدا سيء، ولكن اليوم فوز معنوي ان شاء الله قاد الفريق انه يعود.